دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى جمعية أحمد عرابي الزراعية في مدينة العبور. هنزور هناك مشروع للزراعة المائية بنظام الهيدروبونيك. المشروع ده واجه حتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج تحديات كبيرة جدا، ولكن تغلب عليها جميعا. خليكم معنا. انتشرت مشروعات الزراعة المائية بأنواعها، الهيدروبونيك والأكوابونيك والساندوبونيك وغيرها، وكل نوع بقى ليه خبراءه في مصر اللي يستحقوا الإشادة لأنهم درسوا وفهموا وطبقوا وعملوا مشروعات عظيمة وأنتجوا نباتات متميزة. من الجدعان دول المهندس الزراعي اللي قدام حضراتكم شعبان زين، اللي تخصص في أنظمة الزراعة المائية وخاصة نظام الهيدروبونيك، واكتسب ثقتنا في برنامج الجدعان، وكل مشروع بينفذه بنزوره فورا لأنه يستحق وفيه فكرة. النهاردة احنا بنزور مشروعه للزراعة المائية المحمية بنظام الهيدروبونيك في جمعية أحمد عرابي. صحيح مش المهندس شعبان زين اللي نفذه، لكن هو اللي أنقذه، لأن صاحبه بعد تنفيذ المشروع من خلال واحدة من الشركات الكبرى الزراعية واجه تحديات كبيرة جدا، وتراجع الانتاج بصورة حادة، وظهرت في الصوب أمراض نقص التغذية على النباتات، وتقريبا المهندس شعبان زين بيعيد تنفيذ المشروع من جديد. المشروع عبارة عن 3 صوب بمساحة 1100 متر مالتي سبان، وبتنتج النهاردة 15,000 نبات كل 45 يوم بالكتير، يعني في حدود 8 دورات زراعية في السنة الواحدة. تعالوا نتعرف على التحديات اللي واجهت المشروع. ركزوا مع المهندس الشاب الجدع شعبان زين. النهاردة هنتكلم في موضوع هام جدا، وهو ازاي لو قدرك انك عملت مشروع وحصل فيه مشاكل ازاي تعدله. التعديل مش سهل ولكن ممكن. بالظبط. خلينا نتكلم ان احنا في واحد من المشروعات دي، مشروع محترم جدا، اتكلف وكان فيه مشاكل، دخلنا عدلناها وحطيناها على الطريق الصحيح. نبدا الاول من المشاكل اللي ممكن تواجه اي مشروع قبل ما ابدا مشروع هيدروبونيك، لازم اعمل ايه؟ اول حاجه خالص في اختيار المشروع نفسه، فانا لازم لما اجي اختار المشروع انا اعرف الجدوى بتاعته وايه المميزات بتاعته وايه المشاكل بتاعته الكبيره. يعني مثلا مشروع زي مشروعات الزراعه المائيه لازم نختار الموقع بتاعها. الموقع ده رقم واحد، حتى لو انا بنتج حاجه وببيعها بسعر ممتاز جدا، بعد الموقع عن اماكن التسويق في الزراعه المائيه يخسرني 100%. حتى لو انا ببيع باعلى سعر في السوق ده يخسرني 100%. فاول حاجه اختيار الموقع. ففي الزراعه المائيه فاحنا بنتكلم في الاماكن التسويق اللي هي جنب المستهلك، اللي هي زي القاهره او اسكندريه او المناطق الساحليه او اللي فيها السياحه. ده بالنسبه للمكان. المكان. وده بالنسبه للانشاءات. بالنسبه للانشاءات يعني بنراعي اول حاجه في الحاجه السيستم اللي هنختاره، وكل سيستم ليه عيوبه وليه مشاكله. تمام. يعني مثلا احنا مثلا في السيستم ده بنسميه NFT، نظام المواسير او الافلام. نظام المواسير ده بنراعي فيه الميول الماسوره وشبكه الري والصرف وحجم الخزان وطول الصوبه نفسها عشان التبريد. اول حاجه الصوبه. تمام. الصوبه مكونه من بلاستيك وحديد مجلفن، وجزء التبريد مكون من خلايا تبريد وشفاطات اللي هي ورانا دي والشفاطات اللي قدامنا دي. الشفاطات ورانا دي. تمام. والتانك اللي هو فيه بيسحب المياه، او فيه موتور بيسحب المياه بينزلها على الخلايا التبريد عشان الهواء يمر منها سخن يعدي من الخلايا بيعدي ساقع. تمام. بدرجه الحراره اللي احنا مناسبه معانا. فبنراعي في ده ان احنا عندنا الطول المناسب للصوبه، مثلا ما يتعداش ال 35 متر عشان دوره الهواء، عشان سحب الهواء. ان كل ما بنبعد عن الخلايا كل ما درجه الحراره بتقل شويه. حتى 35 متر دي بيبقى لها شروط كمان. ان يبقى مثلا في عدد شفاطات كويس يسحب كميه الهواء الموجوده في الصوبه، يعني بيحس ان هو دايما الهواء بيبقى بارد بالدرجه اللي احنا عايزينها جوه الصوبه والنبات محتاجها. يبقى احنا بنحاول هنا في انظمه الزراعه المائيه ان احنا عندنا الصوبه مقفوله تماما، فاحنا بنسبه 90-95% ان احنا بنبعد عن المبيدات سواء حيويه او كيماويه. دوره المياه بيبقى فيها ايه؟ دوره المياه الشكل لازم اطمن عليه كل شويه. تكوين السيستم بتاع الهيدروبونيك بتاعنا او الزراعه المائيه، مواسير تمام وشبكه صرف ليه وخزان فيه غاطس او موتور متوصل على لوحه تمام بتايمر عشان بنظبط درجه التشغيل بتاعه المياه على حسب احتياجات النبات من الاكسجين او من المحاليل. تمام. المحاليل بقى دي عباره عن ايه؟ ولازم اطمن على ايه فيها؟ احنا المحلول عندنا بنقسمه محلول A ومحلول B. محلول A مثلا بنحط فيه مثلا الNPK اللي هو العناصر الكبرى وسلفات المغنيسيوم
الكالسيوم والعناصر الصغرى، ده محلول لوحده. المحلول الثاني بنحط فيه نترات الكالسيوم وشريات الحديد، ده في محلول ثاني. ما بينفعش نخلط الاثنين دول مع بعض عشان ما يحصلش ترسيب مع العناصر. من الحاجات المميزه اللي نجح المهندس شعبان زين في تنفيذها بالمشروع هي وضع برنامج تسميدي يضمن امداد النبات بكل احتياجاته من العناصر الكبرى زي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، والصغرى زي الحديد والزنك والمنجنيز، ده بخلاف ضبط ميول الاحواض ودي كارثه لوحدها، وتوفير الاكسجين بالكميات اللي محتاجها كل نبات في ظل الكثافه النباتيه الموجوده بالمزرعه، بخلاف ضبط اقطار شبكات الري والصرف، وطبعا كلها تحديات معقده بجد. هل حضرتك بتعلمني كصاحب صوبة هذه التركيبة الغذائية للنبات؟ لا، احنا من بداية ما بنعمل الصوبة او بناخد المشروع من الارض خالص، بعرف صاحب المشروع والمهندسين الموجودين او العمال الموجودين احنا بنعمل ايه. وحضرتك بتدي ضمان تشغيل؟ بندي ضمان على التركيب بتاعنا وعلى التشغيل، وبندي كمان يعني متابعة إضافية من عندنا لمدة شهرين، اللي هو مثلا في الورقيات او يعتبر اول دورة تشتيل بتاخد لها حوالي من 20 ل 25 يوم، واول دورة انتاج بتاخد لها من 30 ل 45 يوم لحد ما يطلع اول انتاج عنده، ويكون بيكون بنسبة كبيرة جدا من 80 ل 90% خد اغلبية المعلومات. فدايما لازم في متابعة مستمرة، وده كمان بيساعدنا ان احنا او بنختار في التصميم بتاعنا ان الصوبة كلها تبقى شغالة اوتوماتيك، وشغالة مثلا حتى لو حصل عطل في حاجة انها تديني انذار ان حصل عطل في موتور معين او في حاجه في السيستم، بحيث ان احنا دايما نضمن في الصوبه ان الصوبه شغاله بكفاءه كويسه وما نسيبش مجال للخطا في الحاجات اللي هي الحساسه جدا زي المواتير الشفاطات الكلام ده كله. ده احنا بنعلمه ازاي يشتغل، وبنعلمه مثلا الحاجات اللي هي المختلفه عن العادي، عن الزراعه العاديه او الموجوده في الارض العاديه، تمام. فلما بيعرف ده بالنسبه له ده بيبقى سهل. بعد كده هو معلي ان هو ملاحظه النباتات، قياس البي اتش بتاع المحلول، قياس درجه الحراره، قياس الاي سي، تمام. وبعد كده الموضوع بالنسبه له سهل. دي لما بتكتمل سعرها كام؟ كمزرعة هنا او مزرعة تانية المتوسط بتاعهم مثلا في فترة الشتاء من 35 ل 50 جنيه. من باب المزرعة؟ من المزرعة نفسها. ده بيبقى لسعر المورد ومش للمستهلك نهائي. ده الحباية الواحدة؟ لا، ده الكيلو. الكيلو ده فيه الكيلو ده فيه مثلا في الشتاء ممكن خصيتين او ثلاث خصيات، في الصيف ممكن معانا اربعة او خمسة او ستة على حسب هو سابها مدة قد ايه، وحسب الخدمة المواصفات اللي هو بتاعة السيستم مظبطها مع النبات ولا لا. وسعرها كام بقى في الصيف؟ في الصيف اقل حاجه خالص المينيمم بتاعك 60 جنيه من المزرعه. الصيف اعلى؟ الصيف، ان هو المنتج ده او الخضروات الورقيه بنسبه 90% 95% ما بتبقاش موجوده في الارض العاديه، فمفيش منفذ تاني ليها غير الصوب المبرده، واغلبيه الصوب المبرده موجوده في مصر او اغلبيه الدول العربيه بتبقى صوب زراعه مائيه. فهو بيبقى المنتج دوت اللي هو الخاص ده بيزرع في الصيف في وقت مش وقته، فهو بيبقى مطلوب جدا. نزرع ايه وعليه طلب؟ ده برضو راجع ان كل واحد في مزرعته بيسوق، تمام. انا ممكن اروح لواحد لمطعم هو مش عايز مني غير البتافيا الخضراء دي كيحطها في سندوتشات، بروح لمطعم تاني اللي هي يقطع الورق ويحطها في السندوتش تعمل شكل حلو، او السلطه. في مطعم تاني لا، هو جودته اعلى او مقدم خدمات اعلى، فلا هو بيحتاج ان هو بيشكل الطبق بتاعه كذا حاجه، ممكن يحط خس، يحط ريحان ايطالي، ممكن يحط مستردة، ممكن يحط كيل، في الحاجات دي كلها منها احمر واخضر. هل في الدوره الاولى يفضل ان انا اجرب كل الانواع واخد الانواع دي واعرضها على الجهات التسويق بتاعتي واقول لهم انا بنتج ده؟ دايما احنا نصيحتنا لاي حد بيبدا جديد ولسه ما عندوش سوق ان هو بيزرع بس عينات بسيطه من كل صنف، بياخد العينات دي بيبدا ينزل بها السوق، بينزل بها المطاعم، ينزل بها الفنادق، ينزل بها للناس اللي جنبه او المزارع اللي جنبه اللي زيه، ان هو يبدا يوريهم المنتجات اللي عنده. ففي مطاعم تقول له انا عايز صنف واثنين وثلاثه، في واحد يقول له انا عايز صنف واحد بس، هيبدا يشوف بقى الاقتصادات الصنف دوت مع الحاجات الباقيه مع الاماكن اللي هو هيتعاقد معاها. فمن هنا بعد كده يبدا يحدد الكميات، هي مثلا المطعم يقول له انا عايز 50 كيلو في الاسبوع، 100 كيلو، 200 كيلو، 300، فبنحدد عليها اساس المزرعه، تمام، حجم المزرعه. ما عندوش دوت او هو قدرته معينه يعني يحجم نفسه، مش يحجم على الطلب، كل ما في طلب يوسع. كده كده الدوره 45 يوم بالظبط، تمام. ان هو وبيعمل له كام دوره في السنه؟ حوالي 8 دورات، صح. تمام، دي حته تبقى احنا في البدايه بننوع المنتجات بحيث ان هو يعرف ينزل بالمنتجات كلها ويسوق ليها. ده لو لسه ما عندوش تسويق، لسه ما يعرفش عملاء، لسه ما نزلش المطاعم، ما نزلش اي مكان، فبيبدا يسوق للمنتجات دي. انهي افضل، زراعه المواسير زي اللي قدامنا دي، ولا الزراعه الارضيه زي اللي فيها الكيل في نفس المزرعه، ولا الزراعه الراسيه اللي شفناها كتير قوي؟ الرقم واحد كلها زراعات مائيه، صح، كلها زراعات مائيه او بدون تربه، تمام. اول حاجه في افضلهم اللي هو النظام الان اف تي، اللي هو النظام المواسير اللي احنا واقفين عنده ده، تمام. ليه بقى؟ اول حاجه سهوله التعقيم وسهوله التنظيف، النظافه في السيستم، ففي تهويه من فوق وتحت، فده بيدينا ان مثلا لما النبات يكبر ما بيبقاش فيه ورق تحت متغطي كامل 100% ومش وصل له اضاءه ولا تهويه، فبيبدا يعفن لو حجم الخصايه كبير. بس هو كافضل حاجه النظام الان اف تي، ثم يليه نظام الاحواض. النظام الراسي دوت مش بالنسبه لي مش ناجح
جدا. انا شايف انه مش ناجح عشان النبات اللي تحت بالعقل كده بيوصل له الضوء ازاي؟ ما بيوصلوش ضوء. وعشان انا اعمل له الضوء بتاعه اللي هو يوصل للنبات اللي تحت اللي هو الاضاءه البديله بديله الشمس ده بيكلفني قد ثمن السيستم كامل 100%. هي دي بلفاف ايه عشان تبقى زي الورده كده؟ كل مستهلك ليه طريقه تغليف. يعني المطعم مش محتاج ان احنا الف له كل خصاله لوحدها. فالمطعم ثبت وخلاص جنب بعض. ثبت او اكياس مخصصه ليها بيحطوا مثلا من 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو على حسب الحجم حسب النوع مع بعض. ده بيروح للمطعم مش محتاج ان هو تغليف. للي بيروح للسوبر ماركت بنغلف له دي اكنها زي بوكيه ورد واحدة واحدة وبنسيب له مثلا جدر فيها عشان تقدر تفضل معاه مدة كبيرة بحالتها من غير ما تدبل من غير ما يحصل فيها حاجة. يعني بتطلع بالكوباية بتاعتها دي بنسيب الكوباية ونطلع على الجدر وبنغلف الجدر بحيث ان هي تقدر تعيش معاه اسبوع 10 ايام جوه التلاجة من غير مشاكل. تعيش كده؟ جوه التلاجة. طيب انا عارف ان التعديل صعب واصعب من الانشاء من العدم. بالظبط. النهاردة احنا موجودين في صوبة كان في حاجات كانت لازم تتعدل عشان توصل للمرحله دي. عملنا ايه وكانت ايه الاخطاء الموجوده؟ اول حاجه الاخطاء اللي كانت موجوده كان عندنا مثلا مشكله في ان هم استخدام للخلايا التبريد ميه بحاري. الميه البحاري ده بيبقى فيها شوايب فيها طحالب فيها الكلام ده كله فدي بتسد الخلايا وتعمل ترسبات على الخلايا فبتبوظها جدا. تمام. وده بيقلل كفاءه التبريد وزائد بيدي فرصه للامراض الفطريه انها تخش جوه الصوبه. تاني مشكله طول الصوبه لازم يبقى يعني قلنا اقصى حاجه لينا 35 متر. ثالث حاجه ان احنا الميول بتاعه المواسير وكتر الفتحات بتاعه الري للماسوره اللي هي تقدر تدينا كميه ميه كويسه للنبات اللي هي فيها اصلا مشبع بالاكسجين من حركه الميه. ده في المواسير في نظام المواسير او ال ان اف تي. في نظام الاحواض بيبقى لازم بيبقى نراعي ان في بلاور هواء. تمام. بلورين هواء بيبدلوا مع بعض ان هو بيضخ اكسجين للنبات في الجدر. تمام. وبيبدلوا مع بعض طول الوقت باستمرار بحيث النبات الجدر دايما في بيتنفس اكسجين ما يبقاش في عفن للجذور او امراض الفطريه تظهر بسبب قله التهويه. كل ما بتطير في الهواء ما بيستفادش بقى النبات. فمهم جدا توزيع شبكه الهواء دي حاجه من الحاجات المهمه جدا وبالذات فتره الصيف. طبعا في الصيف درجه الحراره ما تبقاش المثاليه بالظبط زي الصيف الجو الطبيعي. فبيبقى النبات حساس لايه لعدم قله الاكسجين فيها. فدي من ضمن الحاجات برضو مهمه جدا. يعني درجه الحراره تبقى كام هنا في جوه الصوبه مثلا؟ كل نبات اعتقد 18. احنا واقفين 18. لا هنا دلوقتي احنا واقفين عشان احنا يعتبر في درجه حراره بره حوالي 36 او 37 فاحنا جوه الصوبه هنا دلوقتي 25. فدي درجه يعني النبات يعيش لغايه 25 او يستحمل معانا لحد 28. بس 28 مش افضل حاجه. افضل حاجه بالنسبه لنا من 22 ل 24 25. المهندس شعبان زين طبق في حوالي 15 مزرعه كبيره انظمه الزراعه المائيه بانتاجيه تتجاوز 50 و60 الف نبات في الدوره وحوالي 25 مشروع صغير بمتوسط انتاجيه تتراوح ما بين 10 ل 15 الف نبات في الدوره. ولكن في المشروع ده تحديدا كان التحدي كبير لان التعديل صعب جدا ومكلف ولكن كان لازم ينقذه ونفذ العملية باقتدار.